معدان ويشارك في هذا الشوط ما يقارب 39 مشارك، نتمنى لهم جميعا التوفيق. مقدمة الشوط مخلص لمحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول يليه من يحاول التسلل من الجانب الآخر النادر لسالم بن حمد بن عبد الله بن لدهم على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، شاهين حمد بن علي بن حمد القريسي على المركز الثالث، بينما المركز وينتقل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني شاهين. المركز الرابع يتواجد فيه الريان لمحمد بن جابر السناري. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس يتقدم الناوي لحمد بن عقاب الرمالي الشمري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول، مخلص على مقدمة الشوط لمحمد بن سالم بن محمد المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول يليه على المركز الثاني شاهين، يحتل المركز الثاني لحمد بن علي القريصي شاعرنا يتواجد في هذا الشوط، حمد بن علي بن حمد القريصي ممثل أبناء الكرعانة في هذا الشوط. المركز الثالث يتقدم النادر لسالم بن حمد بن عبد الله بن لدهم. وننتقل إلى المركز الرابع، الريان لمحمد بن جابر بن عبيد السناري أيضا ممثلا لأبناء الكرعانة في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يتقدم إلى المركز الخامس الناوي لحمد بن عقاب الرمالي الشمري، ودخول على الناوي وتقدم من قبل هملول لسويدان بن سلطان بن سويدان بن علي المالكي احد ابناء السلطنه حاضر معنا ايضا في هذا الشوط. ونعود مشاهدينا الاعزاء الى مقدمه الشوط والى مخلص. على المركز الاول لمحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يسيطر على مقدمه الشوط، وهنا المضايقه من قبل شاهين حمد بن علي بن حمد القريصي من يحتل المركز الثاني ويتقدم جنبا الى جنب في هذه اللحظات مع مخلص. المركز الثالث ايضا من يحتل المركز الثالث ويتقدم النادر سالم بن حمد بن لدهم المري على المركز الثالث، والريان على المركز الرابع لمحمد بن جابر السناري على المركز الرابع في هذه اللحظات مجابر، والعصا قوس ينطلق الريان انطلاقه جميله وموفقه نتمنى له التوفيق. المركز الخامس هنا هملول لسويدان بن سلطان بن سويدان المالكي. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء ايها الحبل الكريم للمراكز المذاعه المتقدمه الاولى. وانطلق شاهين القريصي، انطلق شاهين الى المركز الاول، حمد بن علي القريصي، حمد بن علي القريصي يقدم لنا شاهين في هذا الشوط وفي هذا التقدم، تقدم ممتاز في هذه اللحظات من شاهين حمد بن علي بن حمد القريصي احد الشباب المميزين في عالم التضمير واحد الشعراء البارزين، يقدم لنا شاهين. هذا هو على المركز الاول. المركز الثاني من يتقدم في هذه اللحظات ويتسلل الواعي، مرحبا بهذا القدوم، ووعى الواعي لعبد الله بن جابر بن حنزاب، اول نداء للواعي في هذا الشوط. المركز الثالث يتقدم مخلص لسالم لمحمد بن سالم بن محمد المري او مخلص، ولكن دخول عليه وتسلل من الفارس لحمد بن محمد بن عقيل احد الشباب المميزين في عالم التضمير احد المشاهير ايضا، يتقدم الى المركز الثالث وفي طريقه الى الثاني. المركز الممثل لابناء الريان شعار بن عقيل في هذا الشوط. المركز الرابع وصلوها للوكرة مع راهي محمد بن راشد بن محمد العماني العذبة، هذا هو على المركز الرابع شعاره. المركز الخامس وصول أيضا من هل المدينة المنورة والميدان الزعفران وهل ينبع قادمين مع هذا التقدم، مبلش سليمان بن سلامة بن سليمان الجني على المركز الخامس ويتقدم بدوره إلى المركز الرابع أو إلى الثالث في هذه اللحظات. أيضا اسم جديد يتدخل وأبو علي روح، هل الكرعانة راحوا بالشوط؟ راحوا بالشوط، نتمنى لهم التوفيق. المركز الرابع اللي يتقدم
اللي يتقدم في هذه اللحظات ويتسلل، رقمه محجوب 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 من خلال تقدم المبلش. مبلش حجب رقم المركز الثالث او الرابع في هذه اللحظات، اللي يتقدم نحاول ناخذ رقمه الترس لحمدان بن سالم بالكور المزروعي. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء. نعود الى مقدمه الشوط، ايضا اشاهد تدخل قوي من شاهين لعبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين، ولكن شاهين يفتتح الكيلو متر الاخير، يفتتح الكيلو متر المثير. يا سلام، شاهين راح كالشاهين، طار كالشواهين في مقدمه الشوط وبناموس الشوط. يا سلام، هل الكرعانه محتاجين سلام اليوم ابو علي؟ محتاجين سلام، محتاجين سلام، قادمين هل الريان وقادمين هل ميدان الزعفران. يا سلام يا سلام، المركز الثاني اللي يرفع رايه التهديد الفارس، الفارس حمد بن محمد بن طالب بن عقيل، وايضا مبلش 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 اللي بيبلش المشاركين في هذا الشوط. يا سلام على المركز الثالث، هل ميدان الزعفران وهل ينبع قادمين على المركز الثالث. المركز الرابع يصل ايضا احد من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه شاهين عبد الله بن حمد بن جبرين، يصل على المركز الثالث. ولكن نعود الى مقدمه الشوط، وايضا قدوم خطير من وبران ناصر بن محمد الفزيره، ولكن مبلش ولكن مبلش مشاهدينا الاعزاء يختطف ناموس الشوط والمركز الاول. مبلش 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 ابلش المشاركين بهذا الانطلاق القوي ويحقق المركز الاول ويبتعد ابتعاد كلي. وسلام يا ميدان الزعفران، سلام سلام يا المملكه، سلام سلام يا ينبع، سلام. هذا هو مبلش مشاهدينا الاعزاء، وسلاله مبلش الغنيه عن التعريف تختطف ناموس الشوط مع مبلش ومع مالك مبلش. تهانينا سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني على هذا الفوز، وسلام يا مبلش، سلام سلام يا ينبع، سلام. تهانينا ونمس على هذا الفوز. هذا هو مبلش يختطف المركز الأول. المركز الثاني شاهين لعبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين. المركز الثالث يصل الفارس لحمد بن محمد بن عقيل. المركز الرابع وبران لناصر بن محمد بن ناصر الفزيرة. المركز الخامس وصل فيه الترس حمدان بن سالم بالكور المزروعي. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء، ومبلش يختطف ناموس الشوط محققا المركز الاول. 7 دقائق 52 ثانيه، 92 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك مبلش سليمان بن سلام الجهني على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني شاهين، 7 دقائق 54 ثانيه 53 58 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين. المركز الثالث وصل فيه الفارس، توقيته 7 دقائق 55 ثانية، 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا مالك الفارس حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. تهانينا والناموس لكل الفائزين. الشوط 11 ينطلق والإثارة